النقطة الثانية، توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر أكتوبر. قال الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد إنه رونالدو حصل على المركز الأول بتصويت الجماهير بواقع 57% ليتفوق على زميليه الحارس الإسباني ديفيد ديخيا وماركوس راشفورد. بالمناسبة جاء تتويج رونالدو بهذه الجائزة رغم تسجيله هدفين فقط في 5 مباريات على مدار شهر أكتوبر الماضي، سجل في شباك أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وتوتنهام هوتسبير في البريمير ليج، بينما فشل تماما في أنه يهز شباك إيفرتون وليستر سيتي وليفربول. ومع هذا لا برضو كريستيانو رونالدو حضرات